قلت لك عايشين خوفانين. قدوس ديال الماء طرطق ما كنفتحوش الماء دابا، حنا ما كنقدروش نفتحوا الماء. الدار يعني الدار تقدر تطيح عليها في اي لحظه، تقدر تطيح علينا الدار. انا دابا كنكون جالس في الطبقه الثالثه ولا الرابعه كنسمع الحجر كيهبط بيني وبين الجيران ديالي. الدار ديالنا مكليه الصف هذا كامل. جا المهندس قال لي انتينا اللي جات فيك الدقه، انا هي اللي مضروره. يعني قالوا لنا ما تحاديو حتى شي حاجه باش نصلحوا لكم هذا الضرر اللي عندنا. ودابا حنا مهددين بالتهديد، راه شنو غادي يطيح علينا. السلام عليكم، انا اسمي جمال بن عبد الله. حنايا وقع لنا هذا المشكل في الدار، دابا تقريبا عام والشق كاينه في الدار. دابا المشكل دابا الواد الحر كان عندنا هو قديم، ما عدلوهش ما عاودوهش. واد الحر بدلوا الزنايق كاملين الا حنايا ما بدلوه الناس. دابا داك الواد الحر كان كيرطع لنا الماء، قدوس ديال الماء طرطق ما كنفتحوش الماء دابا، حنايا ما كنقدروش نفتحوا الماء. ودابا كنخافوا عندك تسقط الدار وكاين الضا وكابليز ضد الضا وينقع انفجار يقع شي. انا مزوج بولادي والوالده وجوج الاخوان ديالي عايشين دابا في الحماده ديال الله، ما كنتسناو فوق اش عاد تجي وصافي، ما كنتسناوها فوق اش عاد تجي. قلت لك عايشين خوفانين، عرفتي ديك الشتا كامل على طهري، ما بقاو لي حوايج، ما بقاو لي هادي، وكيقولوا لي اخوي جابوا لي السيد عاد الافراغ، انا ما عندي فين نمشي، فين غندي ولادي؟ ودابا ديك الواد الحار هو السبب، هو اللي دخل لي الدار، ولكني خوفانه، الشتا كامل على طهري، الدار تفتحت على انا والجار. تفرقت الدار، جا المهندس قال لي انتينا اللي جات فيك الدقه، انا هي اللي مضروره. انا جات فيا الدقه حيت انا جيت في الشوكه وجات فيا الدقه، فهمتي كيفاش؟ السلام عليكم، حنايا مضرورين من هاد الدار هادي هنايا، وجات اللجنه من الولايه، جات اللجنه من الدائره الخامسه، جات القايده، يعني قالوا لنا ما تحاديو حتى شي حاجه باش نصلحوا لكم هاد الضرر اللي عندنا هنايا. حنايا بقينا كنستناو، دابا حتى جا الشتا، السيده قالت لك البارح عيطوا لها في العاشره د الليل. عيطات لها القايده قالت لها خصك تمشي من عارف فين تجيب شي ورقه ديال داكشي ديال البناء وباش تصلح الدار ديالك. هاد الكلمه كان يقولوها انا في الاول، يعني حنا ما بقاوش نستناو دابا هاد الوقت هذا، عاد يمكن لنا حنا دابا نصلحوا. دابا حنا في الوقت الشتاء باش نوضح لنا نعدلوا الريب وغادي يدخل علينا هاد الماء هذا كامل. يعني حنا كان عندنا الوقت في الصيفيه كانوا يعلمونا يقولوا لنا صلحوا الديور ديالكم، كنا حنا نصلحوا ما بقاوش حتى هاد الوقت هذا. الدار يعني الدار تقدر تطيح في اي لحظه، تقدر تطيح علينا الدار. انا دابا كنكون جالس في الطبقه الثالثه ولا الرابعه كنسمع الحجر كيهبط بيني وبين الجيران ديالي. الحجر هابط، كنكون جالس كنسمع الحجر كيهبط بيني وبينه. يعني هاد حنا اللي كانوا عيطوا السيده في العشره ديال الليل البارح قايده وقالت لها خصك تصلح، هادشي كان يقولوا هنا في الاول. يعني حنا كان عندنا الوقت الصيفيه هذه كامله وما قالوا لنا هما اللي غيجيو يصلحوا. هادشي اللي كانوا باش تفاهموا معنا هما. الماء كيهبط علينا مسائل، دابا الا دخلتي هنا الداخل غتجبر الماء كيخرج للحيط. يعني الشتا اللي كيهبط دابا داك كامل كيدخل علينا هنايا في الحيط. انا عايش مع الوالد ديالي وعندنا الدار في التهديد، راه علينا نطيح منا شي كيت باقي ما توصلناش بهم. تخافوا من هو التريب عندك طيح علينا كاملين، ماشي غير حنايا، مهدده بنات الحي كامل، بنات الوجهه هذه كامله معرضه للخطر. لاصقين بعطيتهم ديريكت، عطينا انذار ومن بعد جاو شافوا شنو كاين وقالوا لنا غادي نعطيوكم نجيو نشوفوا شنو كاين، باقي ما ردوش عليه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.